مخلصين الأردن، رحلة كانت سريعة وجميلة. ما حسينا فيها لأنه كنا نايمين بالطيارة، والحين رايحين إلى الفندق. واصلين الفندق ورايحين الحين نتغدى، بس حبيت اوريكم المنظر العجيب. الحين جبت خواتي يتغدون معاي، او كلنا نتغدى هنا في المطعم اللي انا احبه كثير. راح اصور لكم الاكل بعد شوي، انتظروا. طبعا من شوي دخلنا ما صورت لكم الفندق، الحين راح نتغدينا ورجعنا. ايش قاعد تسوي في حياتك انت؟ مع السلامة. نوم صراحة. وكل اي بكرة انت؟ هي هي هي. بس بتاكل؟ اكلت اصلا؟ تتروش وتطلع صدمة عمر. هلو جميليني، صباح الخير. صباح اليوم الثاني لنا في عمان. الحين طالعين نفطر، تعالوا معي. والحين طالعين، بس خلوني اخذ تليفوني هذا. اوكي، وهذا، وانت خلينا نحطك هنا على الجنب، ناخذكم. هلو. الحين طالعين. باي. هذا زهقكم. يا عيني يا عيني يا عيني. مين قال؟ أكل خطير. أهم شيء اللي تستقبل تقول دجاج. أهم شيء الدجاج. توني راجع الفندق، زعلوني الفندق بموقف يعني المهم. فحاطين لي جفت ريحتها عجيبة، صوابين يعني. طبعا معروف الأردن بهاي الأشياء وبس. والله شكرا، زعلتوني بس يعني راضيتوني بهالشيء. الحين بنروح الغرفة عند خواتي عشان احنا طلبنا شنو؟ اكل وحلويات، فبروح ناكل عندهم. شوفوا خواتي جايبين قط صبعي بالضبط، ابد ما تكفيني بالشكل كيوت. طبعا المنظر من فوق كثير عجيب، عمان كلها مبينة. فندقنا طبعا اعلى شيء، المنظر عجيب بس يخوف الصراحة، بقول لكم يعني ام الرعب. ليش مسوي نفسك انه انت كثير مهم؟ الحين احنا قاعدين نطقس ولا مشاعر. ايه. الحين كوريين يسوون عمليات في وجههم. ايه. فدائما يجوك مثلا اي واحد يبغى يصير ايدول. ايه. يسالونه او يدخلونه مثلا على هذا، شايفه انا. سالفه بالبيع. من سالفه من كيس. سالفه. لانك دائما تعطي اشياء من كيسك صح؟ والله قسم بالله ياخذونه يقولون ايش الاغلاط اللي فيه، مو باي ايدول، اي احد. ما يدخل المستشفى يقول لهم ايش الغلط اللي فيك عشان يسوي لك عمليه تجميل. فهناك عندهم بكوريا اذا الشخص ما كان حلو، واضح له فعلا ما عجبته السالفه، اذا كان واحد مو حلو فلازم يصير حلو، ولا اذا ما صرت حلو ما تتزوج. ايش قول؟ مره اقولها محمد، ليش لما تحلب تحلب بحماس؟ تذكرت قبل اسبوع حط بكلماتك تكفى. نقعد جوا ما حد يشوف معاكم. بموت. وانت لابس تيشيرته ونعاله بعد. لا نعالي. لا نعاله. انت البر صح. متبادلين الاشياء ليه حبايبي؟ نحفته وخليته يلبس ملابس. تشتكي من هالموضوع؟ اسمع يعني تشتكي من هالموضوع انك خليته ينحف؟ بس اذكرك بعد اقول لك شيء، بعد علكتي علكتي تقويما. والله العظيم ما ضحكوا عني. زبده في مطعم هنا حلو حق فطور، ما قلت بقول اسمه عشان ما يصير اعلان. يا عيني اللي ما يسوي اعلانات. يا عيني ما يسوي اعلانات. ما يسوي اعلانات والله. خلاص اقلب وجهك، اعطيناك وجه كثير. شوف الورده، بوريكم اياها. شوف الورده غريبه. مو انت طبعا ما تعرف هذاك الشعبي يعني. يامي شكله مغري. ها تفضل. والله في جبنه زعتر. النظيف بعد. شوف الجبنه الزعتر
هاي زي مسلطة. أها. وفي فلافل. لا أخذنا كثير خصنا هذول كثير. آه في فلافل زاكي فلافل. آه فلافل أوكي أنا أبغى فلافل. طبعاً تونا داخلين الفندق حاطين واحدة تعزف بيانو عشان الناس يكونوا رايقين يعني. هلو جميلاتي كيفكم إن شاء الله تكونون بخير. طبعاً أنا كنت أدرس هنا وصورت لكم فيديوهات كثير عن عمان. تعرفونها اللي ما يعرفون يرجعون للفيديوهات السابقة، لكن الآن راح أصور أشياء جديدة في عمان أو أشياء موجودة أساساً صورتها للناس اللي ما شافوها أو الناس اللي تعجزون إنهم يرجعون للفيديوهات القديمة ويشوفونها. فتعالوا معاي. كالعادة لما نروح أي مشوار لازم ننتظر لوفان ساعات، بالعادة هو اللي كان ينتظرنا لكن تغير الوضع صرنا إحنا اللي ننتظر. زمن والله زمن. أمزح. احنا خلصنا بدري ونزلنا حتى ما كلمنا، بس الحين راح ننزل. تعال 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 يا المتأخر تعال. أنا متأخر. أشوف إيش بيدك. شو مشاعل؟ حطه بالكيسة هنا. حطه حطه. متأخر ها صرت تتأخر. أنا متأخر. ليه؟ أنت متأخر. مين اللي قاعد أول ينتظرك يا غبي؟ حبيبتي أنا مخلص قبلكم جالس. بس إحنا قاعدنا هنا ما لنا دخل. ما لنا دخل، إحنا قاعدين أول. يلا يلا خلينا نقوم. لا والله جوعانة. الجوع يقتلني. تخيلوا فوق التأخير إيش بعد؟ حط تليفوناته بمكانه ما يعرف وين. وراح يدورهم بعد. يا عيني على الحظ الخطير اليوم. نسيت جوالاتك ها؟ أول مرة في حياتي أنسى. ليش قلبك وقف؟ هذا مصيبة الجوال، هذا حاله مصيبة، كل شيء فيه. والله العظيم كسرت خاطري. ويك ويك ويك. استغفر الله ما لا تضيع جوالاتي أعوذ بالله. قسم بالله بضحك عليك اليوم. لا 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 بسم الله. يا رب إنها تضيع. يلا 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 بس خلينا نروح. يلا. العصير في كل زمان ومكان. شكرا لوفان لانك جبت لي. ايه لا تشكرين انا بدوني ماتش. استغفر الله يرفع ضغطي لاني ما قلت له شكرا. مهم العصير مع المنظر. طبعا انا اطلع الكاميرا من هنا بسم الله وكل شوي اتوقع انها بتطيح. يما تخيل. يلا يلا الحين طالعين احنا. طبعا انا اول مرة اجي البوليفارد من فوق. المول العبدلي كله مطاعم هنا. وين عنود؟ اوكي صور لكم. احسن من الاخوات. ايه مول العبدلي واللي قدامه البوليفارد هو من أكبر المولات في عمان وهو جديد. يوم كنت أدرس هنا كان لسه فاتح وما كان في محلات كثير من هالأشياء، لكن الحين اكتمل. يعني في بعض المحلات ما افتحت لكن في أشياء كثير حلوة. طبعا هنا البوليفارد كلهم قاعدين يتصورون للتخرج من الجامعة، يعني أولاد وبنات موفقين موفقين. هنا في تجهيزات للربيع ورد وأشياء وحركات يعني كيف تفتح النفس. هلو تونا ماخذين آيس كريم بعد الغداء اللذيذ. أخذت آيس كريم. طبعا أنا ما أحب الآيس كريم الشوكلت، ما أكل آيس كريم ثاني ولا أحب الأصفر ولا الأخضر ولا الألوان ولا ما أعرف إيش، ما تعجبني هالحركات. بوريكم آيس كريم تليل كيف تليل. بوريهم آيس كريمك. وريهم اصفر على عنود. وريني اللي عندك حتى عنود ماخذ ايس كريم. شوف واه العنود. شوف الالوان، كل الالوان اللي تتمناها في حياتكم موجوده هنا. انا ما افضل الا الشوكليت وبس. انتم شو تفضلون اكتبوا لي تحت. صح
صباح الخير، صباح اليوم الأخير في عمان، استأنسنا كثير فيها، اشتقت لكل شيء في هالبلد، أحب كل شيء في هالبلد. رحت الأماكن اللي كنت أزورها دائما، شفت الناس اللي أحبهم، استمتعت، كانت رحلة مع أهلي حلوة بمعنى الكلمة. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، ما في كثير أحداث لأني كنت أستمتع بالأشياء أكثر ما أصورها، لأنه أوريدي مصورتها من قبل وأنتم شايفينها. أحبكم كثير كثير يا جميلين، وأحب الناس الإيجابيين، وأتمنى دائما كل أحد يكون إيجابي موجود في قناتي، والناس السلبيين ما نبغاهم، على أنه ما شفت ناس سلبيين كثير في قناتي الحمد لله. أحبكم كثير، أحب هالبلد كثير، والآن محلقة إلى أبوظبي. طبعا قبل ما نروح المطار بنروح ناخذ فلافل يمي يمي، بنفطر وبعدها بنروح. اوريدي في باللونج، بس احنا نبغى ناكل من فلافل هنا، ما نبغى الفلافل في المطار، وما نبغى الاكل اللي يعني مدلع في المطار. اوف تعبت وانا امشي، دائما امشي هاللفه طويله. الحين رايحه مشعل ولفان ينتظروني تحت، والباقي توهم ما خلصوا. رايحه تلفوناتي هنا بعد، اهم نضغط الزر، نازلين نفطر على كيف كيف. نحن ما تصبرنا خواتي عاد عندهم، بس انا مشاعل ولفان بنروح ناخذ، والان متجهين الى اكل الفلافل. خواتي كلهم مو عاجبهم، بس انا مشاعل وش اسمه يا ربي ولفان طالعين. لا خلاص ما له داعي تاكلونا الحين، بتاكلون في المطار. احنا طبعا ما نبغى، نبغى الحين غصب يعني. باقي نص ساعه صح؟ اقل من نص ساعه، اقل من نص ساعه عادي، ما بنروح ناكل عادي، سريع سريع ما يفرق معنا شيء. اي ابدا، انطلاق للاكل. فقت الاكل، انا ما اعرف مطار، ما اعرف تذاكر، ما اعرف شيء، انا اعرف اكله بس. الحين بنوريكم السندويشه كيف تغري، تخليكم غصب تروحون تاخذونها من اي مكان. المهم نحن هذه هي الفلافل، انا ما باكل. تاكلي؟ ما باكل، انا ما طلبت لي اصلا. سبحان الله، واللي قدامك ايش؟ ولا شيء. غيرت الموضوع. يمي يمي يمي، بالعافيه بالعافيه علينا. انت شو تسوي؟ قاعد تفطر؟ اشرب. يلا بالعافية، يلا خلنا نرجع الفندق، خلنا نتجه المطار. يلا يلا باي حبيبتي، الحين بتروحين كلك ببطني. هلو، تونا واصلين المطار بسلام وامان، دخلنا اللاونج كثير حلو، راح اصور لكم اياه الحين. وكنت عطشانة كثير، مشعلتوها جابت لي ماي، عطشانة. راح نلف شوي، راح اوريكم اياه مطار الملكة عليا بعمان، راح اوريكم اجزاء اشياء يعني، أشارككم بعض اللحظات. أول شيء هذا هو المدخل، يكون تحت سوق الحرة. أوكي، في أسانسير يدخلكم على هنا اللي هو الملكية الأردنية، اللاونج حقهم، بس هو يعني عام كل الطيران، بس مكتوب الملكية الأردنية هنا. خلنا نحسسكم إن إحنا جايين من البداية، بندخل من هنا، بنلقى هذا مكتوب هنا فوق الملكية الأردنية. بندخل على هذا المساحة كلها، فينا نجي من هنا. اوكي، في الكنبات هذه، وبعدين هذه بعض من الزهور. هم يعني احاول اعيشكم الجو، بس اعطيكم المساحة عشان الناس اللي حابين يجون ويحجزون بزنس او فيرست. هنا حاطيكم بعض من الفواكه، خليني اوريكم اياها يعني انهم صحيين. واو صراحة هذا مكاني، عاد انا كان خاطري بعصير برتقال بارد، مو بعادي بارد. اوكي اوكي اوكي، قاعدين تشوفون، راح اوريكم المنظر من هنا. اول شيء المطار هذا كثير 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 حلو الصراحة، من اكثر المطارات اللي انا احبها، ومن اكبر المطارات. اوكي يلا خلونا الحين نكمل جولتنا. جولتنا هنا، ايش رايكم فيني بس وانا اعطيكم اماكن واقتراحات؟ اوكي راح نمشي، هالمكان ما لنا داعي فيه. هنا الجرايد والمجلات، كلها مساحات كبيره يعني، مهما كان زحمه ما راح تحسون فيها. I think هناك دورات المياه والجهاز حق او المشين حقت. الله حلو المنظر هنا، احلى مكان لما يكون فيه زرع يفتح النفس. مطار هنا شو، حليب وماي وعصيرات يعني اشياءات كذا.
وهنا مكان تبغى ندخل. امزح امزح. اوكي ويت ندخل هنا يعني يوريكم منظر الطيارة شلون. في طيارات تصدم وفي طيارات محترمة حلوة. حتى لو كانت بزنس على فكرة احيانا تكون خايسة. هنا البوفيه بس ما في شيء هنا الى الان. نبدأ من هنا. وجه لو ما بعد تاكلونه. اوكي هنا يعني السلطات اشياء صحية وحركات. لا ثانك يو. وهنا الخبز والأشياء الصغيرة اللي أنا ما أكلها. هذه هي لذيذة على قولت كيف أحد بس أنا ما أكلها. الماي اللي جابت لي منه مشاعل. وهنا سبرايت و 7 أب ديو ما أعرف شو كل شيء كل شيء. شنو كان بالكرسي عنود. طبعا عنود ما شاء الله عليه حبيبتي جوالها ما تدري وينه دائما تليفونها ما تدري وينه. هنا بعد في مساحات بس حسيت وراتكم مساحات كثير اخشب تسبقوني كف فبس يعني استمتعوا يعني غصب يصور نفسي. او ماي جاد ليش عندك كرش؟ ما في كرش والله العظيم. فيك تليفوناتك انت شو تسوي تنظف كاميرتك؟ دائما نظف كاميرا. طب لا تسجل وانت تنظف الكاميرا. انظفهم لا كنت اسجل بعدين شوف نفسي خايس. عشان كذا تعال تعال هنا مع الاضاءه اعطيهم كلمة عن الاردن. قول لهم كلمة. شهامة يعني. ليش حسيت الكلمة هاي نشامة؟ انا احس ايوه نشامة. معلش بالغلط بالغلط. ترى تونا داخلين الطيارة بوريكم اياها حلوة على طيران الاتحاد يعني جلسة. هنا انا طبعا هذا مكاني العفش والأخلفان هناك وموها. شو تسوي؟ كنت بسكر فرجي بس لكن لتاني أظن في بالهاي اللي جنبك الدقم اللي جنبك الأزرار. لا هاي تسكر الجنبي هذا. أوكي ما ابغى اصور ما ابغى تصورني. المهم قعدت في مكاني. حان الان موعد قيلوله لمده 3 ساعات لين نوصل ابو ظبي. وهنا راح انهي الفلوج. كثير احبكم كثير سعيده. ما بقرا ولا كتاب. اوكي احبكم كلكم اهل الاردن. شكرا على الاستقبال اللطيف على الناس اللي شفناهم هنا متابعينا كلهم. نحبكم قد الدنيا كلها ولنا لقاء قريب ان شاء الله. باي.